لم تتوقف عمليات الدعم لغزة وفلسطين بشكل عام من فعاليات ومن مظاهرات وتنديدات لكل شيء عم يصير. عم نحكي منير يعني أقلها واجب الدول العربية، لكن عم نحكي بالدول الغربية وأستراليا. القصة وصلت للإضراب عن طعام عند البعض. تماما، هذا الشيء رح نتعرف عليه أكيد بفقرتنا اليوم مع أحد الشباب الفلسطيني المغترب في أستراليا والذي تضامن مع قطاع غزة ومع بلده فلسطين عن طريق مقاطعته للطعام، بالإضافة للمشاركة بالعديد من الفعاليات المنددة بجرائم الاحتلال وجرائم الكيان الإسرائيلي. رح نرحب فيه طبعا، صار معنا عبر سكايب من أستراليا السيد رياض العدسي البحيصي، تحية لك وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم وشكرا على اهتمامكم بقضيتنا وبموضوع الإضراب عن الطعام. تحية لك أستاذ رياض. بداية يعني الجهد اللي عم تعمله، بدنا تخبرنا أكثر عن هذا الإضراب، وإيمت بلشت الإضرابات بأستراليا ووقفات التضامن؟ طبعا بالنسبة للمظاهرات والاعتصامات وتوقيع الوثائق وإرسالها للعديد من ممثلين البرلمان الأسترالي، النشاطات لم تتوقف تقريبا من اول ثاني يوم للاعتداءات المباشرة على شعبنا في فلسطين، خاصة قطاع غزة، وردا على الأذان المفاجئة اللي ذكر. طبعا هاي المظاهرات كل اسبوع عم بتزيد. وبالنسبة لإضرابي عن الطعام، انا بدأت من 14 يوم تقريبا بأشرب مية والكترولايتس او املاح علشان احافظ على قواي قدر المستطاع، وهي في سبيل انه طلباتي كانت واضحه انه انا بدي اقعد مع رئيس الحكومه ويسمعني ويسمع عن لانه موقف استراليا الداعم للكيان الصهيوني غير مقبول، واحنا كمواطنين استرال وكمواطنين فلسطينيين وفي كمان جاليه اسلاميه كبيره لازم كمان مشاعرنا تقدر ولازم يحترموا قرائنا ولازم يجيبوا معنا. فهي هي الرئيسي من هذا الاضراب. النقطه الثانيه انه مطالبه الحكومه الاستراليه بانها ما تتدخل في ما تقطع علاقاتها العسكريه والتجاريه مع الكيان الصهيوني، وكمان الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني الدفاع عن نفسه على حسب بحسب القانون الدولي، وانه الاحتلال اي احتلال في العالم مهما كان ليس له الحق في الدفاع عن نفسه. فهي النقاط الأساسية اللي أنا بحاول أني أوصلها لرئاسة الحكومة وللحكومة الأسترالية كلها، لأنه معاييرهم خطأ للأسف. بالنسبة نحن مفهوم الحكومة الأسترالية مسبقاً هي متعاونة مع كيان الاحتلال في إمداده ودعمه حتى بالمجلس الأمن وكل هذه الأمور، هل الموضوع ينطبق أيضاً على موضوع البرلمان الأسترالي فيما يتعلق بتعاطيهم مع القضية الفلسطينية بالشارع الأسترالي أيضا؟ بالنسبة أنا ما بقدر أحكي باسم البرلمان الأسترالي، لأن البرلمان الأسترالي في أعضاء بتقول أنها بتساند القضية وحل موضوع حل دولتين والأشياء هذه، ولكن للأسف ما لهمش أي تأثير. وفي عندك الجزء الآخر واللي هو على الأغلب الأغلبية اللي بيتعاطى مع الكيان الصهيوني وبيتعامل معه على أساس أنه صاحب الحق في الأرض والأمور هاي. وعلى مدار السنوات اكتشفنا الكل عارف انه موضوع حل الدولتين اصبح شيء معدوم ومش حيصير، وللاسف ما زالهم يعني بنفس اللهجه. بالنسبه لعامه الشعب الاسترالي يعني المعايير تغيرت، المئات الالاف عم تخرج بالشوارع كل اسبوع للتعبير عن تضامن مع الشعب الفلسطيني، وللاسف الحكومه الاستراليه وحتى الاعلام الاسترالي اللي هو الإعلام العام يعني اللي بسميه ميديا بيطنش هاي المظاهرات وما بيغطيها بالشكل الصحيح. ولهذا الشيء أنا قررت أنه أبدأ في هذا الإضراب عن الطعام، وفي محاولة أنه أضغط على الحكومة وبنفس الوقت أوعي الشعب الأسترالي والناس والحكومة أنه الحرب ما في منها. طيب قديش بتحس بالمغترب باستراليا بما انه حضرتك موجود باستراليا عم تاثر هي الشغله والظهور والمظاهرات وحملات التضامن كلها على الحكومات يلي بتدعم الاحتلال الاسرائيلي، او هي للاسف ما عم تجيب اي نتيجه؟ للاسف زي ما حكيت وزي ما اعلنت للجميع وزي ما
وحاولت بالسوشيال ميديا اوصل هاي الرساله. عشان انت تاثر على اي حكومه في العالم لازم انت توقف الاقتصاد. هؤلاء السياسيين بالنسبه لي بغض النظر من هذا السياسي هم مجرد الات لدعم تصنيع الاسلحه وقتل الناس وقتل العباد والابادات هذه كلها. وحكيت انه انت بانقاذ غزه بالاول وبعد غزه ننقذ العالم كله من اي حروب قادمه لان الحروب لن تتوقف. بطالب انا وحكيت هذا الكلام ووجهت هذا الكلام باللغه الانجليزيه ووصلت رسالتي لعشرات الالاف من الناس على من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. الان بحب من خلال قناتكم المحترمه تواصل مع الشعوب الاسلاميه كافه وارجو انهم يستمعوا لكلامي كويس وينتبهوا علي كويس. موضوع مقاطعه بعض المنتجات زي كوكاكولا ونسلي والاشياء هذه هذا لا يكفي. اللي لازم يعملوه تسكير كافه الموانئ، اللي يجب تسكير واغلاق كافه الموانئ البحريه والجويه، ممنوع منعا باتا تفريغ اي سفينه اوروبيه او استقبال اي سفينه اوروبيه او صينيه او ايش ما كانت تكون. لازم تعطلوا الحكومات، لازم تشلوهم كلهم، ما فيش حل غير هيك. الحرب الاقتصاديه بايد الناس. هذا هي رسالتي لكافة الناس اللي عم بتعيط على الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا بإيدكم تعملوا إشي كبير وهذا الشيء سيد كافة الجهات الأوروبية. تماماً سيد رياض، نحن شفنا بعض الحملات ببعض المجتمعات الأوروبية من الشعوب الغربية طبعاً عن مقاطعة البنوك تحديداً، لأنه نحن نعرف أنه هذا التمويل بما يتعلق بالدعم المادي للكيان هو من ضرائب الشعوب الغربية. ما بعرف إذا الأمر ينطبق أيضاً على أستراليا اليوم. ما بنقدر نقاطع عن طريق الضريبه للاسف، لانه الضريبه مجرد ما بيجي راتبك كل راتبك تحت الضريبه، فهم بيقتطعوا منك الضريبه قبل ما انت تاخذ راتبك. طيب عشان هيك انا بنادي الشعب بالحرب الاقتصاديه، وناديت على الشعب الاسترالي وشعوب العالم كلها انه لازم ما تروحش على الشغل، وقف القطار، وقف التراك، تروحش على الميناء، ما تعملش ولا حاجه. هيك انت بتضغط على اي حكومه وبتشلها وبتشل الجيوش بنفس الوقت. وهذا الواجب الوطني والديني على كافة الشعوب العربية والإسلامية. إذا هي بحق بتحب فلسطين وبدل ما بتبكي على الأطفال وبعيطوا، هذا هو العمل لازم يكون فيه، لازم يكون بهذا الشيء. أستاذ رياض، قد ايه نسبة الأستراليين والأجانب والجاليات الأجنبية اللي عم تكون مشاركة بهي الوقفات التضامنية، أو هي مجرد جاليات العربية؟ بيطلعوا من كافة الجاليات الإسلامية وأصحاب الجنسيات الأخرى، الأبيض والأسود والبني كله بيطلع، وحتى بيطلع معنا كمان جنسيات أخرى زي أصول صينية وأصول آسيوية، وبيطلع معنا كمان يهود مناصرين للقضية الفلسطينية ويرفضون أعمال القتل الجماعي والإبادة الجماعية والترحيل المخطط له مسبقا كما هو واضح واللي أعلن عنه بكل فجور. والحكومات للأسف الغربية حتى حكومة إسرائيل والإعلام الإسرائيلي بيحاول يغطي عليه، اللي هو ما يحدث في قطاع غزة هو وفلسطين، بعد هيك حيكون الدور على الضفة وبعد الضفة القدس وبعد القدس أراضينا المحتلة، يعني كل فلسطيني موجود في فلسطين سيتم تهجيره إما بالقتل أو بالتهجير. هذا الشيء تماماً واضح. سيد رياض، نحن حكينا عن موضوع الإعلام وكيفية التعاطي مع التحركات في أستراليا، كان بدي أسألك عن دور المنظمات الحقوقية بأستراليا اليوم، الأسترالية تحديدا اليوم كيف عم تتعاطى مع هذا الموضوع كسؤال أخير لحضرتك؟ الكل عم بيحاول يعمل شيء، بس الكل بيحاول يعمل شيء من خلال القانون، لأنه عندهم يعني ما بعرف أجاوب عن هيك سؤال بشكل واضح وصريح، لأنه أنا ماليش ارتباط مع أي جمعيات أخرى. احنا مجموعة ناس، الناس سمعتني وانا بحكي، تجمعوا حوالي وعملنا هذا المخيم كرمز لانه احنا هنا جنب الميناء. هاي احد الوسائل اللي انت ممكن تحارب حكومتك بشكل اقتصادي، وبحاول اعلم الناس انه اصحاب القرار هم الشعب وليس السياسيين. صاحب القرار هو الشعب وليس السياسي. اذا هذا السياسي لم يحقق رغبات الشعب فيجب ان يقف العمل تماما. تمام. أستاذ رياض البحيسي، كنت معنا من أستراليا من أصول فلسطينية، شكرا كثير لك وتحية كبيرة لنضالك ولكل يلي متظاهرين معك. أنا ابن غزة وأنا ابن فلسطين، وأنا كنت مدير التمريض في مستشفى العودة اللي بتل الزعتر اللي تم قصفه من 3 أيام، واللي استشهد فيه 3 من زملائي
استشهاد عدد من المرضى، ولسه ما عنديش اطلاع على كم احد من زملائي اصيب في هذا المكان او في المستشفى. الله يرحمهم والله ينصر شعبنا. وكمان مره بوجه رساله اخيره للشعب العربي والاسلامي، اللهم اني بلغت، اللهم فاشهد، اوقفوا كل الموانئ، لا تفرغوا سفن، قاطعوا كل المنتجات الاوروبيه والامريكيه مش بس بعض المنتجات. وهي اخر شيء ممكن احكيه. رحمه لكل الشهداء استاذ رياض، شكرا كثير لحضرتك. العفو. طبعا مشاهدينا مستمرين معكم لحتى نحكي اكثر عن موضوع التحركات الشعبيه والتغير في موضوع الراي العالمي طبعا للمجتمعات الغربيه في كيفيه التعاطي مع قضيه فلسطين تحديدا. رح نحكي اكثر عن هذا الموضوع تحديدا من كندا، رح تنضم لنا الصحفيه السوريه زهراء فارس. تحيه لك زهراء واهلا وسهلا فيك ببرنامج دامسكو. تحياتي لكم وتحياتي لكل مشاهدينكم. تحية لك زهراء عن جديد، خبرينا عن التحركات بكندا كيف عم تكون؟ هل هي عم تكون أغلبيتها من الجاليات العربية أو كنديين؟ بالعموم كيف الوضع؟ هلا بداية التحركات بكندا بدأت عمليا مع بداية الحراك مع بداية الحرب عمليا بغزة من 7 أكتوبر. كان في بعض التحركات لبعض خليني أقول المتضامنين مع الكيان الاحتلال بالبداية يطلعوا بتحركات بسيطة بتظاهرات بسيطة، وكان في تظاهرات بسيطة أيضا لمؤيدين قضية مناصرين القضية الفلسطينية. مع مرور الوقت تلاشت التحركات أو المظاهرات أو الاحتجاجات المؤيدة لكيان الاحتلال، وتوسعت بشكل كتير كبير المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين. و طبعا يعني مع استمرار وصول الصور عن المذبحة الجماعية اللي صايرة بالأراضي المحتلة والصور الصادمة عمليا وظهور بعض التصريحات للسياسيين اللي للأسف كانت يعني وضعت كندا بمحل مؤيد لكيان الاحتلال، توسعت التظاهرات أكثر بكثير، وصلت لحد تظاهرات يعني الأسبوع الماضي كان في تظاهرة دعوا لها التظاهرة 100,000 شخص بمختلف المدن الكندية رغم تدني درجات الحرارة بشكل كتير كبير، ورغم أنه الشعب الكندي عموما هو شعب يعني قليل الاهتمام بالسياسة وقليل الاهتمام بالأحداث، بلد يعني عفوا كندا بلد هادئ جدا قليل الاهتمام بالأحداث خارج حدود بلده، إلا أنه كان في تظاهرات كتير كبيرة عمت كل المدن الكندية. بقدر أحكي العاصمة الكندية أوتاوا على مدار من 7 أكتوبر لليوم يعني أسبوعيا سبت وأحد في وقفات احتجاجية أمام البرلمان، أمام مقر الحكومة، أمام سفارة كيان الاحتلال، أمام السفارة الأمريكية أيضا. كانت عم تتزايد يعني أسبوع وراء أسبوع. الهتافات كانت والشعارات طبعا والمشاهدات على الارض بتاشر على انه منظمي هي التظاهرات اللي كانت عم تتزايد ويتم الحشد لها والدعوه لها اسبوعيا عبر مواقع التواصل الاجتماعي هي ليست عربيه، ما في هتافات عربيه، غالب الاشخاص اللي منظمي التظاهره هن اشخاص من تمام. زهراء هون تحديدا نحن شهدنا طبعا بعض المقاطع الفيديو بكندا تحديدا، نحن بنعرف ان الحكومة الكندية من اشد الداعمين لكيان الاحتلال ولسياساته بالمنطقة طبعا، نحن شفنا بعض الفيديوهات من كنديين طبعا عم يواجهوا جاستن ترودو رئيس الحكومة الكندية ببعض الحقائق طبعا بما يتعلق ب يعني المجازر التي تحدث في قطاع غزة. دائما كانت التحدي الأكبر هو القصة، اليوم نحن بنعرف بانه السرديه العالميه طبعا كانت دائما بيكسبها الاحتلال بسبب البروباغندا وامكانياته الاعلاميه في الشارع الغربي، دائما كان مستهدف المجتمعات الغربيه ما يتعلق بالقصه والمظلوميه. اليوم نحن فينا نقول بانه هي تغيرت نوعا ما فيما يتعلق براي الشعوب الغربيه بسبب ما وصل من السوشيال ميديا، ما بعرف قد ايه ترك هذا الشيء تاثير بالقصه اليوم. من هو المظلوم ومن هو الظالم؟ خليني ألفت نظرك لنقطة أنه كندا في حجب تام من قبل 7 أكتوبر لكل المحتوى الإخباري عبر مواقع التواصل الاجتماعي. يعني من قبل 7 أكتوبر أنا لما بدي أفتح صفحة أي وسيلة إعلامية تصنف على أنه هي خبرية بكندا فأنا بواجه أنه هذا المحتوى محجوب عن الأشخاص المقيمين داخل كندا. هذا كان من قبل.
طبعا اجت احداث 7 اكتوبر ربما لفتت نظر الكنديين، لانه هن في جزء كثير كبير من المعلومات لا يصل اليهم نتيجه اجراءات حكوماتهم. اللي صار انه طبعا الاعلام المحلي، الاعلام الكندي دائما ينقل الاخبار مجتزأة، يعني دائما بيقول انه مثلا قتل هالقد فلسطينيين من دون ما نضطر قتلهم، انه مثلا احداث مشفى المعمداني، قصف مشفى المعمداني، وذكروا الاحتمالات او الروايه الاسرائيليه والروايه الفلسطينيه، انه فلسطينيين قالوا هيك، الاسرائيليين قالوا هيك، وبالتالي يترك الامر وكانه الامور بهي العموميه يعني عند الناس. لكن كان في على مواقع التواصل الاجتماعي الكنديه تحديدا في اشخاص كانوا يقدروا يوصلوا دائما للمعلومات. ما بنقدر طبعا نحجب كل المحتوى، في محتوى كتير كبير على الاخص النشطاء اللي بغزه، يعني عملوا حاله مختلفه هون، لا سيما انه فيديوهاتهم كانت عم توصل باللغه الانجليزيه ويتم تداولها بشكل كتير كبير. ف هو عباره عن يعني ثغرات بالحجم اللي صاير، لكن عملت تدفق كتير كبير لحجم صور، حجم فيديوهات صار يتم تداولها على مواقع التواصل ويعاد نشرها، يعني يعاد نشرها اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي الكندية حتى توصل لأكبر قدر ممكن من الناس من قبل النشطاء والأشخاص اللي هن اطلعوا بشكل أو بآخر على الحقيقة أو جانب من جوانبها. هذا الشيء كنا عم نشوفه بالتظاهرات أسبوعيا، يعني أنا لما بنزل على التظاهرات كنت دائما أسأل الناس مصدر معلومات، كيف عم تقدروا تحصلوا على المعلومات، لا سيما الكنديين يعني الكل بيحكي عن هاي الفيديوهات إذا صح التعبير المعاد تدويرها مواقع التواصل الاجتماعي واللي جرى تداولها بشكل كتير كبير، واللي وصلت لحد عمليا يعني بالاسابيع الاخيره ما بنشوف رئيس الوزراء الكندي باي مكان متواجد الا دائما في احتجاجات شعبيه، في حدا بيصوره، في حدا بيحاول انه يطالبوا بايقاف النار، وار فاندينج جينوسايد، عم تمولوا الاباده الجماعيه اللي عم تصير. وكان اخر فيديو له باحد مطاعم العاصمة أوتاوا لما كان عم يتناول العشاء، ويعني كان الفيديو كتير غريب لأنه هن كانوا كنديين بيور، يعني وقفوا صاروا يهتفوا حتى منعوه من تناول وجبته يعني. تماما صحيح. طيب بحديثنا عن هذا الفيديو زهراء، عم تخبرينا أنه هاي التظاهرات منظمة وكل شيء منظم ممكن يوصل رسالة معينة والأعداد هائلة وعم توصلنا الفيديوهات، قد ايه ممكن تأثر على رأي الحكومة الكندية او لا ما لها اي تأثير؟ طبعا كان لها تأثير كثير كبير، لانه بالايام الاولى كانت يعني لاول مرة هون في حالة سياسية، لانه الانتخابات قربت، السنة الجاية في انتخابات، والحزب الليبرالي اللي منه يقوده أو زعيمه جاستن ترودو رئيس الوزراء كان في حالة من الخلاف دائما بين المعارضة والليبراليين اللي هن حاكمين حاليا. أول بداية الأحداث 7 أكتوبر كان في حالة من التوحد، وحدت أصوات المعارضة والليبراليين لدعم كيان الاحتلال بالأحداث اللي صارت ب 7 أكتوبر. بعدين شفنا حالة من التراجع لدى يعني تصريحات رئيس الوزراء الكندي، صار يضطر يطلع يحكي بتصريحات انه في وضع انساني كثير صعب بغزه، نحن بدنا نفوت مساعدات على غزه، نحن ناسف للوضع الانساني اللي صاير هناك، وهو محاوله يمكن لخلق نوع من التوازن. هون في جاليه عربيه كثير كبيره بمختلف المدن الكنديه، يعني مثلا العاصمه اوتاوا عم نحكي عن 30% من سكانها هن من الجاليه العربيه، بالمقابل في جماعات يهوديه كثير كبيره، و كندا تعتبر رابع أكبر جماعة يهودية بالعالم، فهو كان مضطر يعمل هذا التوازن حتى منعاً لوصول لأي صدامات. ببداية الأحداث بغزة كنا هون عم نشهد أنه في طوق أمني مستمر حول المساجد، حول الكنائس اليهودية، حول أي تجمعات حتى عرقية ربما ممكن تؤدي لأي حوادث يعني أمنية في كندا. تماماً زهراء، يعني بس بدقيقتين أخيراً، يعني سؤالنا وحضرتك كصحفية سورية اليوم، برأيك قد ايه كان الأثر الأكبر لمين اليوم بهي المعركة الإعلامية اللي كنا عم نشهدها؟ قد ايه تركت أثر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية مقارنة بالقنوات الإعلام التقليدي؟ عم بحكي هون عن فقط الشعوب، الرأي الشعب الغربي اليوم، مين كان له التأثير الأكبر؟
فيما يتعلق بالحرب الحاصلة تحديدا في غزة؟ لأني صحفية بقدر أفهم أنه أحيانا المشاهد بيعمل نوع من الانكفاء عن الإعلام عندما يفقد الثقة بما يقدم له عبر مواقع عبر وسائل الإعلام. هذا الشيء اللي حصل عمليا مع الكنديين إذا بدي أحكي على مستوى كندا مع بداية الأحداث، لأنه صار في حالة من فقدان الثقة مع هذا الإعلام، وبالتالي البحث عن بدائل أو مصادر أخرى للمعلومات. المصادر كانت هي الفيديوهات، كم الفيديوهات الكتير كبير والصور اللي بتنقل معاناة الفلسطينيين اللي جرى ضخوا على مواقع التواصل الاجتماعي، واللي مثل ما قلت نحن ما بنقدر نحجب كل شيء، في شيء بده يوصل بالنهاية، وجرى إعادة تدويره هون بكندا ونشره مرة أخرى، رغم أنه دائما أنت مهدد بالحظر والحجب والمعاقبة على وسائل التواصل الاجتماعي. قدي كانت الأثر كبير، يعني أنا بقدر أقول أنا حديثا وصلت لكندا، لكن سمعت كثير من الناس أنه هاي التظاهرات بعمرها ما صارت بكندا، بعمرها ما صارت أنه الكنديين يتظاهروا ضد حدث بدولة ما أو لمحاسبة حكومتهم على أداء ما بحدث يخط ما. فهذا شكل من الاحتجاجات أنه نحن ننزل على الوسط التجاري عمليا للعاصمة الكندية سبت أحد، ما بنقدر نفوت من الطوق الأمني من كمية المتظاهرين. وبالمناسبة يعني بالأسابيع الأخيرة كان اللي عم يقود هاي التظاهرات من جماعات يهودية دينية ترفض ما يجري في غزة، معادية يعني للصهيونية، معادية للصهيونية ترفض ما يجري في غزة، وهذا كان كتير لافت وشجع ناس كتير حتى أنه تقدر تنزل على الشارع وكلمتها وتفوت. تماما، يعني احنا بدنا نشكرك جزيل الشكر طبعا لوجودك معنا ببرنامج دامسكو، الزميلة الصحفية زهراء فارس كنتي معنا من كندا، وتحية لك طبعا ولكل المناضلين اللي نزلوا على الأرض والشعوب الحرة اللي دائما هي عم تكون تقف بجانب المظلومين بكل أنحاء العالم. شكرا لوجودك معنا. شكرا كثير زهراء فارس. شكرا كثير، يعطيكم العافية.